عبقري الموسيقى، متعدد المواهب، زرياب، ومبتكر فن الذوق العام والذي يسمى اليوم بالإتيكيت، والذي مثل حلقة وصل هامة في نقل مظاهر الحضارة الإسلامية والشرقية إلى الأندلس ومنها إلى أوروبا والعالم أجمع. رجل ظلمه التاريخ الإسلامي ليهتم به التاريخ الغربي أكثر ويستفيد من تجربته وآثاره وما قدمه للعالم أجمع. هو أبو الحسن علي بن نافع، ولد عام 173 هجريا في الموصل ونشأ في بغداد، ولقب بالزرياب حتى تغلب لقبه هذا على اسمه واشتهر به. أما سبب اللقب فإن بعض المصادر التاريخية تعز السبب إلى سواد لونه وفصاحة لسانه وعذوبة صوته، مما دفع البعض بمناداته بالزرياب تشبيها له بطائر الزرياب الأسود اللون والعذب الصوت. وكان تلميذا لإسحاق الموصلي، وقد أتقن الغناء على يديه. وفي ذات يوم طلب الخليفة هارون الرشيد من إسحاق الموصلي أن يأتي معه بمغن جديد يجيد الغناء، فأحضر إسحاق زرياب، فاستأذن من الخليفة بأن يغني فأذن له. وقد أعجب الرشيد كثيرا بغنائه وطرب به، وطلب من أستاذه إسحاق أن يهتم به، إلا أن إسحاق داخله الحسد والحقد فهدد زرياب وخيره إما أن يخرج من بغداد أو أن يغتاله. شعر زرياب بخطورة الأمر وعرف أنه لن يتمكن من تحقيق حلمه وعرض فنه في هذه البلاد بعد كلام معلمه، فما كان عليه إلا أن يقبل بالأمر ويرحل عن بغداد ليتوجه إلى المغرب العربي ومنها إلى الأندلس عاصمة الدولة الأموية آنذاك، حاملا في جعبته العديد من العلوم والفنون الموسيقية والكثير من العادات والقيم والتقاليد في مختلف المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية لينقلها من المشرق إلى المغرب. راسل الخليفة الأموي الحكم بن هشام في قرطبة ليأتيه الرد سريعا برغبة الخليفة في حضوره وتواجده في بلاط الخليفة، ولكن وما إن وطأ زرياب أرض الأندلس حتى وافاه الخبر بوفاة الخليفة وتولي ابنه عبد الرحمن الثاني الخلافة، مما أولد حزنا لديه الذي وجد إن الأبواب تنغلق في وجهه واحدا تلو الآخر، إلا أنه تفاجأ في النهاية بإرسال الخليفة الجديد في طلبه وإبداء رغبته في حضوره للبلاط الأموي. فقدم زرياب القصر مع عائلته ليستقبلهم الخليفة أحسن استقبال، استقبال يليق برجل موهوب وعبقري في مجالات عديدة، وراح يستمع إلى صوته العذب وألحانه المتقنة وأخباره عن الدول والبلدان والأمراء وأفكاره في مختلف العلوم والمجالات ليعجب به أيما إعجاب، مما دفعه لأن يخصص له راتبا شهريا بقدر ضخم بالإضافة إلى عقارات وبساتين. كل هذا فتح المجال لزرياب لأن يبدأ رحلته نحو الإبداع، ليبدأ في تكوين اسمه وحفره على صفحات التاريخ. لم يكن زرياب مجرد عبقري في المجال الموسيقي ومجرد ملحن ومغن بارع فقط، فلقد كان شاعرا مجيدا وعالما ملما بمختلف ألوان العلوم والمعرفة والآداب، حيث إنه كان فلكيا عارفا بالنجوم ومطلعا على جغرافية الأرض والبلدان ومتعمقا في التاريخ وفي أخبار الملوك والأمراء، فكان موسوعة متنقلة، وهذا ساعده لأن يقدم العديد من الأسهامات، فقد أدخل تحسينات عديدة على آلة العود فجعلها أخف وزنا، واستخدم في صناعة أوتاره مواد جديدة كالحرير وأمعاء شبل الأسد، وكذلك قام بإضافة الوتر الخامس إلى العود، والذي رأى فيه زرياب ضرورة استكمالا لمجموعة من النغمات والأصوات التي كانت تخرج من العود ولزيادة الحرية في أداء القطع الصوتية والألحان المختلفة. وقد نقل زرياب كل ما سبق له معرفته من آلات موسيقية في بلاد المشرق إلى الأندلس، ليصبح بذلك زرياب حلقة الوصل التي نقلت الفنون الموسيقية وآلاتها من الشرق إلى الغرب. وبعد أن لاقى زرياب قبولا وصارت له مكانته المرموقة في المجتمع الأندلسي، قام بتأسيس مدرسة للغناء والموسيقى، والتي تعد أول مدرسة أسست لتعليم علوم الموسيقى وفنون الغناء وقواعد اللحن والإيقاع، والتي أصبحت في مدة قصيرة قبلة لعشاق الفن والموسيقى ليس من العالم الإسلامي فقط، وإنما من مختلف بقاع العالم.
وكان أول من وضع أسسا وقواعد لفحص المبتدئين الراغبين في التعلم، والتي يتم اتباعها حتى يومنا هذا في مختلف المعاهد والمراكز الفنية. ويعتبر زرياب كذلك أول من وضع قواعد علم السولفيج وتربية الصوت والسمع والقراءة الموسيقية، وكما أنه كان يتمتع بقدرة هائلة على حفظ الألحان والأغاني، فيقال إنه كان حافظا لعشرة آلاف مقطوعة بغنائها وألحانها.